اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هوريكم جليتش كويس جدا 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 في مود الفراعنه ماب ارانجل. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. في جليتشات كتير عارفها في المتحف هوريها لكم. جليتش هيخليك تعيش بنسبه 99%، يعني باذن الله تدعولي. يعني مثلا لما تنزل تموت على طول، اللي عندهم ماب بتحمل ببطء زي كده. يعني ان شاء الله يعني متقلقش، هتعيش المرة دي. عملت الجلسة ده وقدرت تخلص من الدقيلك لما السكواد ده رسوله ولا كده. احنا رحنا نتحب بعيد عشان نبقى روقان واوريكم الجلسة براحتي، الا اذا جه حد معانا بقى. سيبه على الله. يلا بينا. مش نزل الاول يعني. كل راح اللي هنا انا محت كل راح اللي هنا. هوريكوا بقى الجليتش. اول حاجة هننزل على السطح من هنا. الجليتش اللي كان على السطح ده اصلا هتلاقي احبه بالشرط، يعني مع السطح هتلاقي هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ نزلنا الجليتش ازاي؟ هتنزلنا هننزل تحت ازاي؟ بص بص حتى عشان بس هنزلت دلوقتي. تيجي هنا تنط قدام وترجع لورا، تنط تنط وتفضل ترجع لورا، تنط وتفضل ترجع لورا عادي، تحتاج كذا محاولة. تنط وتفضل ترجع لورا، تنط وتفضل ترجع لورا.